دلعي جوزك واعملي له وجبة زي ديت، وفاجئيه كده اول ما يجي من الشغل كده بحاجة كده، عشوة رومانسية او غدوة كده تبقى هو بيحبها. عملت جنبيها كمان رز ابيض، اتفرجي على الفيديو وشوفي انا عملت ايه وايه التفاصيل وعملناها ازاي مع بعض. اسيبك تتفرجي على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك اجمل معايا. النهارده هنعمل طاجن عكاوي على النار من فوق، وهندخله الفرن حاجه بسيطه قوي كده، يعني مش هنحتاج ان احنا ندخله الفرن كتير، بس هعمله لكم بطريقه مميزه وطريقه جميله جدا. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي الطريقه. اول حاجه معايا بقى المكونات، هقولك عليها دلوقتي، بس لو انت اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها اول باول. معانا طبعا دي العكاوي. لو انت مش بتحبي العكاوي جربيها المره دي بنفس الطريقه اللي انا بقولك عليها ديت، بجد هتحبيها قوي. واعمليها لجوزك، دلعي جوزك كده واعملها له بنفس الطريقه ديت، هيحبها قوي قوي قوي، مش قادره اقولك قد ايه. طريقه سهله قوي وبسيطه جدا. معايا هنا يعتبر كيلو، هو بيتباع الديل كله على بعضه، فبيبقى ايه، مش بيتوزن، بس هو بيتباع الديل كله على بعضه زي ما انت شايفه. في منه اللي هو بدايته بيبقى كبير كده، وبعد كده بيبقى الايه العقل اللي هي الصغيره. هنحتاج بقى معاها معدل كده كيلو بصل اهو بالشكل دوت، انا لسه هبشره دلوقتي، بس مقطعاه كده وغسلاه طبعا ومظبطاه، بس هبشره بقى اول ما اجي احط العكاوي على النار. ومعايا كمان 2 بطاطس بالشكل دوت، برضو هبشرها وهوريك ازاي دلوقتي. التوابل بقى اللي انا هستخدمها، ملح ده اساسي طبعا، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة، معلقة كبيرة بهارات، بهارات دي شاملة كل حاجة، بهارات لحمة. هنا نص معلقة حبهان بودرة، والملح طبعا انا قلته. الفلفل الاسود اللي هو الصحيح ده اختياري، حبة تحطيه حبة، مش حبة بلاش خالص، لكن بيدي نكهة كده وطعم حلو قوي وانت بتعملي الاكل. هنبدأ دلوقتي احطها بقى على النار واقول لك الخطوات واحدة واحدة مع بعض. بصي، حطيت على النار كده معلقتين سمنة كبار، وهيبدأوا اللي هم يسيحوا معايا. هبدأ اهزل بقى بالعكاوي، طبعا غسلاها كويس جدا بالشكل ده كده، ما تستغربيش من الطرطشه. بالشكل دوت كده هتبدا اللي هي تاخد لون معايا، تاخد صدمه اول ما نزلتها اهو. هتسيبيها كده شويه لحد ما تاخد لون، وبعد كده هنقلبها على الوش الناحيه الثانيه بالشكل دوت كده. خدت معايا لون وقلبتها على الناحيه الثانيه زي ما انت شايفه كده. هبدا انزل بالفلفل اللي هو الصحيح، الفلفل الاسود الصحيح بالشكل دوت كده، عشان خاطر يدي طعم معاها وهي بتستوي، لان عايزاه يتحمر مع توستيها يعني مع السمنه كده بالشكل دوت. وههدي النار عليها خالص بقى واسيبها كده، بس عينيا عليها عشان ما تتحرقش مني. هسيبها بقى كده، انا وطيت النار هسيبها كده بمعدل 10 دقايق عقبال ما انا ابشر البصل والبطاطس. بصي في المرحله ديت بقى، بصي بدات اللي هي خلاص اتشوحت على الوشين زي ما انت شايفه كده اهو، خلاص كده. هبدا بقى انزل بالبصل بتاعي اللي انا بشرته عليها بالشكل ده، لسه مش هنزل بالبطاطس دلوقتي، ما تستغربيش لكميه البصل، كل دوت هيدوب دلوقتي معايا اهو بالشكل دوت كده. تفضلي مستمريه بقى في التقليب لحد ما تتشوح معاكي شويه. خلاص دلوقتي بعد ما قعدنا نقلب فيها شويه كتار زي ما انت شايفه كده، والبصل بتاعي بدا اللي هو يدبل اهو بالشكل دوت كده، هعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هبدا انزل بالبطاطس. طبعا البطاطس دي اختياري، حابه تحطيها حطيها، مش حابه خلاص، بس انا من رايي تحطيها لان بتدي طعم حلو قوي. هي ما بتبانش اصلا في الاكل، لكن بتدي طعم حلو قوي في الاكل، وبتخلي اسمها ايه دي اللحمه كده فيها صوص كده تقيل شويه، تقدري ان انت تغمزيه بالعيش بيبقى طعمه حلو قوي. لكن كل دوت دلوقتي هيدوب معايا، ومش هتلاقي طعم البطاطس ولا شكل البطاطس اصلا. النشا اللي فيها هيديكي طعم حلو قوي في الاكل، الصوص بتاعها هيبقى تقيل شويه بالشكل دوت كده. هبدا ان انا اقلب بقى الخليط ده كله كده مع بعضه.
لحد ما البطاطس كمان احس اللي هي دبلت معايا. بصي في المرحله دي اقدر اقولك ان انا هنزل التوابل كلها بس ما عدا الملح. طبعا انا قلتلك التوابل كلها اللي انا حطاها في اول الفيديو، بس الملح مش هنزله دلوقتي عشان خاطر اللحمه بتاعتي تستوي، لان احنا عارفين طبعا لو حطينا الملح بيخلي اللحمه ما تستويش. انا حطيت كده كميه التوابل كلها ما عدا الملح. طبعا الملح اللي انا حطاه في الطبق دوت لو حسيت اللي هو قليل لما اجي احطه وعصت ملح تاني اكيد هحطه. طبعا هقلب بقى كله مع بعضه كده عشان خاطر التوابل. بالشكل ده كده. طبعا انا موطيه النار عشان لسه طبعا ما حطيتش اي سائل خالص فيها. بالشكل ده كده. طبعا معايا بقى ميه سخنه، اهم حاجه تكون ميه سخنه عشان تغلي على طول. بالشكل دوت كده. حطيت بمعدل كوبايه ونص ميه. هبدا بقى دلوقتي اقلبها كده تقليبه واحده بس كده، واسيبها بقى مع نفسها على النار لحد ما ايه ما تشرب الميه بتاعتها دي. ولو عايزه ميه تانيه هحط لها ميه، لكن الملح مش هحطه دلوقتي. بالشكل ده كده. هسيبها بقى تغلي كده على النار لحد ما تشرب الميه بتاعتها دي. وطبعا جنبي على طول ميه سخنه، كل ما بتعوز ميه بحط لها ميه من الكتل. هغطيها بقى واسيبها تعيش حياتها لحد ما تشرب الميه خالص. بصي دلوقتي خلاص بدات اللي هي تدخل معايا في السوا. طبعا حطيت لها كوبايتين ميه تانيه غير اللي انا حطيتهم معاكي، بس لسه طبعا ما حطيتش الملح، مستنيه تشرب بقى شويه الميه اللي انا حطيتها. بصي البصل والبطاطس دابوا ازاي، ما بقاش ليهم اي اثر مع بعض، هما الاثنين اتخلطوا. بس البطاطس ميزتها في حاجه تعمل عامل حلو قوي مع اللحم البصل او العكاوي، بتعمل الصوص بتاع العكاوي كده او الصوص اللي هو بتاع اللحمه دوت بتخليه تقيل شويه، النشا اللي في البطاطس بتنزل فيها فبتخليه تقيل شويه، اللي انت تقدري تغمزيها بالعيش وبتبقى طعمها حلو قوي. انا هستنى بس اللي هي تشرب شويه الميه بتاعتها ديت وهشوف بقى اللحمه استوت ولا لسه. لو لسه ما استوتش برده هضيف لها كوبايه ميه مغليه سخنه يعني بالشكل دوت كده، وهسيبها بقى على النار لحد ما تستوي معايا. خلاص دلوقتي هي دخلت في السوا، هبدا بقى ان انا احط الملح بتاعها بالشكل ده كده. طبعا لو حسيت ان الملح ده قليل هحط ملح تاني بالشكل دوت. هبدا بقى ان انا اقلبها ومش هحط بقى ميه تاني، هسيبها بقى على نار هاديه جدا علشان خاطر تستوي معايا. تشرب الميه، هي استوت خلاص اوريدي كده، هي استوت بس محتاجه اللي هي تشرب الصوص بتاعها ده علشان خاطر لسه هي فيها صوص زي ما انت شايفه كده، محتاجه الصوص ده يخف شويه اهو بالشكل دوت كده. هسيبها بقى على نار هاديه جدا تشرب الصوص بتاعها ده شويه، وبعد كده هبدا ان انا اغرفها. وبكده خلصت معايا العكاوي اهي زي ما انت شايفه كده. بصي قد ايه هي حلوه، والصوص بتاعها تقيل مش خفيف، يعني ممكن تغمزيه بالعيش او تاكليه جنب رز. اهي مستويه طبعا جدا، زي ما انا وريتك نفس الطريقه كده اعمليها بنفس الطريقه، بجد بتبقى حلوه جدا وطعمها كمان بيبقى مميز. كمان عملت جنبيها رز ابيض زي ما انت شايفه كده. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تدوسيلي لايك، ولو انت اول مره تشرفيني بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.